خلينا بقى ننتقل بعد كده للجهاز الفني للمنتخب الوطني، لان طبعا زي ما احنا عارفين هو اعلن قائمه اللاعبين بقى النهائيه المشاركين في بطوله كاس العرب المقرر اقامتها بالدوحه، ده طبعا خلال فتره من 30 نوفمبر ل 18 ديسمبر المقبل، ده بعد برضو سلسله اجتماعات يعني كتيره. برضو الاختيار يا كريم ما كانش بسهوله، ناس كتير كانت بتقول لك طب هتختار مين، طب مين هيلعب، مين هيقعد، ايه اللي هيحصل، فكان في مشاهد كتيره جدا برضو في جميع المباريات والجولات، الجوله الرابعه كمان مسابقه الدوري ممتاز اللي شملت نتكلم القائمه 23 لاعب، روعة فيها ايه بقى؟ تقديم وجوه جديده، ودي نقطه كويسه جدا عشان توسع قاعده المنتخب، ويتواجد كمان من القائمه لو هنتكلم من الاهلي يعني في القائمه عندنا محمد الشناوي باكرم توفيق، ايمن اشرف، حمدي فتحي، عمرو السوليه، محمد مجدي قفشه، محمد شريف، فاسماء كلها مهمه جدا، مش بس يعني نتكلم من الاهلي لا للمنتخب، يعني اسماء قويه جدا بتمثل كمان نتكلم مصر، فبالتوفيق ليهم ان شاء الله. المهم نشوف الاسماء القويه دي وهي بتادي اداء قوي ويتخلص المباريات اللي جايه كلها بنتيجه مرضيه، يعني فرحتي بوجود نجوم والنتيجه. عندك لعيبه يا كريم وعندك تاريخ وعندك كل حاجه، بس انت بتتكلم، انا فاهمه انت قصدك على كيروش، اوكي انا مش هختلف معاك، طبعا هنتكلم ده في التفصيل، بس مش هختلف معاك، احنا فعلا كل ماتش بنبقى داخلينه مش فاهمين، خايفين او قلقانين، طب ايه اللي هيحصل، طب التشكيل، طب هو هيقعد مين، طب هو قفش هيقعد تاني ولا لا، طب هو هيبدا بمين معاك. اللي انت بتقوليه ده ينفع مع منتخب مصر؟ دي صح كده برضه؟ احنا ما كناش يعني مش ده الطبيعي او النورم بتاعنا، بس خلينا نروح الراجل لحد دلوقتي برضه يعني لم يخذلنا، خلينا نشوف اللي جاي ان شاء الله يبقى عندنا امل يكون افضل يعني. كلنا بنتمنى طبعا اكيد ده منتخب مصر في نهايه المطاف، وكلنا يهمنا ان احنا نتفرج على اداء يتماشى مع تاريخ وقوة وعراقة وثقة لمنتخب مصر، وخصوصا بالاسماء الثقيلة اللي انت قلتي عليها دي، كلنا دي امنية عند كل الناس اهلاوية وغير اهلاوية الحقيقة. طيب